بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة كلية تمريض المستوى الرابع، اليوم إن شاء الله بدنا نكمل يعني المحاضرة الثانية اللي هي في موضوع السايكوتيك ديسوردرز بشكل عام. وإحنا حكينا في المحاضرة السابقة وصلنا لعند موضوع السكيزوفرينيا. اليوم بدنا نتكلم في البداية لعند اللي وقفنا عندها اللي هو الشريحة اللي أمامكم اللي هي الكلينيكال ديسكريبشن. الآن بنتكلم على وصف اللي هو حالة المرضية السكيزوفرينيا. نتكلم أول شيء على السيمتومز. طبعا السيمتومز هنا بشكل عام حنتكلم إيش اللي بيكون موجود، وبعدين حنتكلم على الكلينيكال سيمتومز أكوردنج تو دي اس ام 5 زي ما اتفقنا. اول حاجه بصير في تنشن، كلنا بنعرف يعني تنشن مضغوط، انابيليتي كونسنتريت، ببطل يركز، المريض بصير عنده نوع من القلق، انسومنيا، مش قادر، صار عنده نوع من الانسحاب والانطواء شويه، بعد شويه كوجنيتيف. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا تكلمنا في المحاضره السابقه هذه كلها بنتكلم على ايش، فيرست سايكوتيك ديسوردر، يعني بدات كانها انضربت انه جاي لقدام شويه حتتطور. حكينا عن السايكوتيك ديسوردرز. طيب الكلينيكال سيمتوم في 3 عندك برود ثيوريز اللي هي بتفسر التصنيفات الثلاثه. وصلنا للي احنا بنتكلم عنها بشكل عام، موضوع السكيزوفرينيا. طبعا اول زي ما انت شايف يعني بوزيتيف تايب، الاعراض بتكون طبعا حاجه هنا بتذكر لي احنا بنقول عنها تايب 1 بشكل عام، زي ايش في طبعا حتلاقي في عندك بوزيتيف وفي عندك حتلاقي نيجاتيف. شو يعني بوزيتيف؟ نوع من الانسحابيه. بوزيتيف يعني هذه اللي هي الكوجنيتيف ديفيسيت، العلامات المميزه الرئيسيه اللي هي بشكل عام بتكون موجوده في المشكله. كل هذه خلينا نقول يعني كانها بتسبق حاله اللي هي نوع من الشكل كثير جدا بيزار بيهيفير زي ما حكينا. طبعا امامكم الكلينيكال سيمتومز بتنقسم لثلاثة، وبعدين شوي شوي حيروح على اجريسيف. تصنيفات الثلاثه، اول تصنيف سميه بوزيتيف، خاصة احنا بنتكلم على طيب. وصف النيجاتيف تايب نفسه، احنا النيجاتيف تايب بوزيتيف سميناها تايب 1. التايب 1 سيمتومز هذول بيكون عندهم ايش؟ ايش بتصير عندهم؟ ملاوس، بصير في عندهم لوس اوف نورمال فانكشنز بشاسنس. طبعا البوزيتيف هي اقوى، هي شديده جدا. النيجاتيف هي شوي ربما تكون على اخف شويه، كل اسير بصير كمان اجريسيف، بصير عندهم شويه الاشياء اللي كان في حياته دائما سوسايدال ايديشن، افكار انتحاريه. طيب معلش لما نيجي نتكلم عن النوع الثاني من الكلينيكال سيمتومز انه هو النيجاتيف، واحنا بنسميه التايب 2. طبعا لما نقول نيجاتيف هو انا بيبدا يفقد المريض بعض الاشياء الطبيعيه اللي كان في حياته يمارسها، فبعد شويه بصير يعني وكانه هي زي ارهاصات ومقدمات، بصير inability to enjoy activities، ببطل كتير يعني يستمتع بالانشطه اللي كان في حياته يستمتع فيها. للأسف بصير طبعا زي ما احنا قلنا الوجدان نوع من التبلد ان ابروبريت او فلات، وبصير عندها الالوجيا. الالوجيا ما انتم عارفين ان بتكلم انابيليتي تو سبيك، وبالمناسبة هنا الالوجيا ما بقصد فيها يعني انابيليتي تو سبيك يعني ريليتد تو يعني فيسيولوجيكال او فيزيكال بروبلمز، نو، لانه انا ما بتكلمش على سبب يعني فيزيائي في داخل الجسد او يعني له علاقة في نفس موضوع الكلام، لا، هذا يعني له علاقة بالموضوع المنتل بشكل واضح. بصير عندنا افوليشن، طبعا الافوليشن ايش انا بصير انابيليتي ديسيجن، يعني هيسيتيتد بيرسون، بصير مش قادر يقرر، بصير عنده نوع من التردد في حياته، مش قادر يصير يقرر في الحاجات البسيطه. لا شويه بصير بور اي كونتاكت، ببطل يركز حتى وهو يتحدث مع الاخرين. السوشيال ويذدرول، انسحاب من الاجتماع من المجتمع، ببطل يحب يكون مع الناس، بحب يكون يقعد يعني زي السكيزويد زي الانطوائي. لا قدام شوي بطل يهتم في حاله، بصير عنده نوع من الإباثي، يعني خلاص زي كأنه صار ولا تأخذ منه ولا تعطيه، بتحسه كأنه يعني زي نوع من أنه فقد تصرفات في حياته كان يعطيها ويعملها، فصار هيك زي نوع من التبلد المشاعر، وهيك حالته صارت يعني مش كتير واضحة. ثلاثة disorganized symptoms. disorganized symptoms يعني هنا طبعا تم إضافتها جديد في DSM-5، بصير عنده confused thinking، يعني بصير أفكاره مشوشة شوية مضطربة، incoherent، كلام مش واضح، disorganized مش مرتبط مع بعضه، يعني كله سلوكه مخربط على بعضه. بصير في بعض الحالات repetition of rhythmic gestures، يعني بصير عنده زي إيماءات، بضل يحرك حاله، بحرك زي رأسه مثلا لقدام لورا، بحرك رقبته شمال يمين، يعني بصير يعمل زي إيماءات معينة على نفس إيش الوتيرة. طيب نيجي نشوف نقول طب كيف الكورس بتصير، يعني أنا هل كل واحد صار عنده هذه الأعراض مباشرة بدي أقول عنده سكيزوفرينيا؟ لا طبعا. فبهمني كتير إنه نيجي أول حاجة المريض مش كل والله ما صارت الأعراض
ولا قديش انا اخذ من الاعراض عشان انا اتاكد انه سكيزوفرينيا؟ بقول لي انا بدك اتليست على الاقل 6 شهور لازم يكون لثري فيزز اوف سيمتومز. طيب حاضر، ليش 6 شهور؟ حتى بقول لك انه لو 5 شهور و29 يوم بتكلموا العلماء انه لا ما تحكم على سكيزوفرينيا، لانه في الاخر انت بتحكي على شغله فيها ستيغما، شغله حتضلها زي حكم ابدي بميزان بعض الناس، وفي ناس لهم يعني خاصه بتتكلم على تراديشن ريليشن او سمثينج لايك ذات، فبالتالي الشغله مش سهل الحكم. طيب اول حاجه برودرومال فيز، لما نقول برودرومال فيز اللي هي المقدمات للمرض، يعني عماله المرض هيو بدا يسخن وعماله شويه شويه بده ايش يصير. هذه بتكون البرودرومال اما ايام محدوده زي ما انت شايف، ايام محدوده اذا الانست صدم، واذا بتتذكروا احنا دائما بنقول يعني الامر اللي بيجي سريع شويه ممكن دغري التعرف عليه وتحديده والتعامل معه. لكن اذا اجى جراديوال، لاحظ انت اذا اجى جراديوال فيو مانثز، يعني عماله بياخذ اشهر عشان ايش اجى عماله شويه شويه وما كانش الانتباه واضح للسيمتومز اللي موجوده عند هذا الشخص. طبعا ايش بيصير هنا كاركترز؟ بيصير سترينج بيهيفير، شوف تحتيها بيصير سلوكياته غريبه، ادراكه صار في عنده مشكله، فلات افكت حكينا فيها، وصار عنده افكار هيك مش طبيعيه، افكار غريبه، واحنا قلنا يعني بيزار، يعني بتكون ايش مش متقبله لا اجتماعيا ولا متقبله من ناحيه خلينا نقول يعني من اللي حواليه. امبيرمنت اون ايش في السوشيال اكتيفيتي، طبعا معروف بده تبدا تلومه في تحضير لمرض، فبصير علاقاته الاجتماعيه ضعيفه جدا، نظافته في جسمه مش كويسه كتير، بصير في شويه ريكريشن اكتيفيتي بصير عنده اللي كان قبل هيك يعملها ببطل كتير يعملها، فبصير عنده ايش انا يعني زي انه مثلا والله كان يلعب كوره بطل يلعب كوره، والله كان يحب يروح على البحر يطش مع اصحابه بطل، يبقى صار نوع من ايش من تغيير في استراتيجيه حياته اللي كان متعود عليها. في الاكتيف فيز 2 طبعا لازم يكون اتليست 1 مانث سيمتومز، لا تكون يعني لمده شهر على الاقل الاعراض. طبعا لازم تكون هذا مور سيفير. ايش يعني مور سيفير؟ يعني كانه بقول لي انت دخلت في حاله الاكتيف، بدا يزيد يزيد يزيد، طلعت تزيد الاعراض لما تصل لوين؟ عشان تصل للكرايتيريا اللي احنا بدنا نتكلم عنها. فهي بتبدا يعني زي ما بقول ستيب باي ستيب، بعدين خلاص بتصل للاوجها، وخاصه ايش على الاقل لمده شهر واحد اللي هو اتليست 1 مانث. طب بعدك شو بده يصير؟ بنروح على الريزيديوال فيز. الريزيديوال فيز يعني بدأت الأمور يصير فيها إيش هنا؟ في نهاية الأكتيف فيز، يعني في نهاية المرحلة النشطة اللي صارت من الأعراض، تبدأ الأمور شوي شوي البوزيتيف سيمتومز إيش بصير فيها اللي إحنا حكينا عنها، اللي من الهلوسينيشن والشغلات الكبيرة بدأت تخف أو تتلاشى. كاتب لك إما أبسنت أو إيه؟ أو أتنيويتد. ليه؟ عشان النيجاتيف سيمتومز عمالها بدها تتقدم، بدها تصير هي اكثر. ليه؟ لانه كل ما بنتقدم اكثر في المرض ما بتضلش بنفس وتيره الاعراض وصعوبتها وشدتها. ليه؟ لانه زي ما احنا عارفين سبحان الله، زي ما واحد بيكون عنده ضغط في اولها غير بكل امر كبير، وبعض الاعراض الغريبه عنده والسكر، ثم بعدين لما بنروح على الكرونيسيتي اللي يصير عنده نوع من المزمن تبدا ايش الاعراض تهدى وتاخذ يعني راحتها واستقرارها. طبعا قديش هذا بيسألونا بعض الناس، هل بتبقى طب الأعراض يعني زي ما هي بتهدى بتروح؟ لا، تذكر يعني وأنا بحكي طبعا إليك وبحكي إليك دائما تذكر كلمة إيش remission and exacerbation، يعني مرة بيعلى ومرة بتبطأ اللي هو الأعراض حسب اللي هو كل شخص إله، وحسب اللي هو كيف أجت اللي هو الكريتيريا كانت موجودة عنده. كل إنسان سبحان الله بتلاقي مرات الأعراض بتصعد ومرات الأعراض شوي بتنزل، لكن بتتلاشاش ولا بتختفي. ليش؟ لأنه رايح على سكيزوفرينيا. طيب diagnostic criteria، طب according to DSM-5 أنا على حسب DSM-5 كيف بدي أشخص المرض؟ طيب أول حاجة active phase symptoms، عشان أقول والله أنه هو الآن في active phase معناته لازم يكون عنده 2 أو أكثر من الأعراض اللي هي أنا بتحكي فيها. يبقى أنا قاعد بقول أنا بتكلمش زي والله إنه والله واحد عنده appendicitis يعني والله ما زال ارتفعت مثلا الوايت بيسيز وصار في مثلا والله شوية بين موجود في المكبيرن بوينت وبعد شوية ريباوند بوزيتيف، هذا أعراض فيزيكال. لكن هان لا، هذا كريتيريا. الكريتيريا إذا مش عليه عشان هيك مش كل الأشخاص بيكونوا نفس الكريتيريا، لكن
لازم يكون عندهم شغلات زي لاند مارك هي تحدد تودينا على السكيزوفرينيا. زي ايش؟ بقول لازم يكون على الاقل 2 او اكثر من الاعراض اللي جايه. طب ايش هم الاعراض؟ بس لاحظوا انا في حطيت لكم بالاحمر 1 2 3. لازم يكون ها واحد على الاقل من هذول الثلاثه، لازم. يعني انا قديش بدي هنا؟ ادي 2 او اكثر منهم من كل الاعراض، يعني فلنعتبر بدنا 2، لازم واحد من هذول اللي هم ديليوجن او هلوسينيشن او ديس اورجنايز سبيتش. يعني لازم يكون عنده اما ديليوجن ضلالات وهلاوس او ليش الكلام المضطرب، عشان نصل شويه ناخذ واحده من هذول. يمكن تكون واحده او اثنين يعني بالان ما بيعرف، لكن على الاقل لازم ياخذ واحده ويجي ياخذ كمان الباقي من هنا. ايش بصير عنده؟ كاتاتونيك بيهيفير، نيجاتيف سيمتومز زي الديمينشن ايموشن اكسبريشن والافوليشن اللي احنا حكيناها قبل شوي. هذا المصطلح طبعا عشان تتذكر معي، هاي الافوليشن يعني عشان نربط الكلام مع بعض انت سمعنا، هي نرجع شويه بنقول ايش معنات الافوليشن. هذا هي موجوده اللي هو inability to make decision، يعني hesitated person، خليك ذاكر. فيبقى معناته عرفنا انه معناته شويه شويه بده يكون عنده لازم من الثلاثه واحد ومن البقيه كمان عرض. طيب نكمل شويه بي هنا بصير عنده disturbance في ايش؟ في الميجر فانكشن. ايش الميجر فانكشن؟ الميجر فانكشن دائما خليكم ذاكرينه، هو يعني غالبا نتكلم على يعني عده اشياء، لكن هي منها ثلاثه مهمات: في العمل، في علاقته مع الاخرين، في رعايته لنفسه او في ايش يعني نظافته الشخصيه، اهتمامه بنفسه. يبقى بصير في disturbance. ليش سميناها ميجر فانكشن؟ لانه هذا بالنسبه له ميجر، يعني بطل يروح على الشغل، علاقاته صارت سيئة مع الناس، يعني بطل يهتم في حاله. طيب الـ signs of disturbance في السي هنا، الـ signs of disturbance ايش بصير فيها هنا؟ الاضطرابات اللي صارت عمالة بتستمر، بتصل لقديش؟ بتصل لست شهور عشان نصل لمرحلة ايه؟ ها وقلنا خلينا ذاكرين include periods of prodromal and residual symptoms، يعني بتشمل كل المرحلة هذه، لكن لازم تصل لمرحلة 6 شهور عشان نقدر نحكم عليه انه عنده فصام سكيزوفرينيا. طبعا دي هنا المقصود فيه عشان احنا نعمل بعض يعني نحط في بالنا انه مش كل الامراض ما تتدخلش مع بعض معانا. فبقول لي السكيزو افكتيف ديس اوردر، الشغلات الاضطرابات اللي هي العلاقة بالوجدان والعلاقة بالمود ديس اوردر، بقول لي زي موضوع الدبريسيف مثلا، الدبريشن والباي بولر، بقول انا لا هذه ما تعتبرها من نفس المرض، يعني هذه رولد اوت، يعني خليها على شقة. ليه؟ لانه ما بصيرش عندي انا في السكيزوفرينيا لا ميجر ديبريشن ولا مانيك ابيسود، يعني بتصيرش مع بعض في الاكتيف فيز. لا، الاعراض اللي ذكرناها هي اللي بتصير وبتخليني اكثر انا احكم، يعني اقصد هنا عشان تكون واضح عندك، حتى لو صار عنده شويه ديبريشن او شويه مانيك ابيسود لكن ما وصلتش لكرايتيريا واضحه تحت المانيا او كرايتيريا واضحه تحت الدبريشن، بقدرش اقول عنده سكيزو افكتيف لانه ما لهوش علاقه بالسكيزوفرينيا. احنا كل شغلنا الان في السكيزوفرينيا، حتى المود ابيسودز هنا ممكن انا اعتبرها فور شورت بيريد، يعني ممكن تحدث شيء بسيط وتعاود ايش تعدي. اقصد هنا ليس شرطا انه والله انه يكون المود ابيسودز تستمر لمود ديس اوردر او هكذا. فيعني بتكون ممكن تمر مع الحاله لكن لا تؤثر على طبيعه الحاله. طيب عندنا هنا الديستربنس نوت ريليتد تو، وهذا مهم كثير ححكيه كثير في كل الامراض الجايه. دائما الاضطراب ملوش علاقه بالفسيولوجيكال يعني افكتس ولا له علاقه بالميديكال كونديشن، يعني لقدام. وفي بعض الناس يقول لي طب والله يا دكتور انه في مريض عندنا وقع على راسه، لما وقع راسه فصار مسكين يعني يتصرف تصرفات هذه اللي انت بتحكي عنها. لا، انا ما بقدر احكم على واحد عنده الاعراض لكن مرتبط الاعراض اما ب يعني خلل فسيولوجي او بتناول بعض العقاقير زي يعني لا سمح الله العقاقير اللي هي بتعمل ادكشن او غيره. فبالتالي انا بتكلم على الشغله اللي علاقه بالمنتال بروبلمز لو انا ما لهاش علاقه بالفيزيكال. طبعا هو انا بقول لي بس في حالات الاوتيزم اللي هو حالات التوحد او بعض الناس بيسموها الكوميونيكيشن ديس اوردر، خاصه في مرحله الاطفال،
بدنا نكون حذرين شوية في الدياجنوزز للسكيزوفرينيا. هذه هي بس هيك إضافة، هي مش كتير، احنا يعني انتم مش أخصائيين يعني لدرجة انه احنا لازم تروح انت تشخص لي اوتيزم وتفرق لي بينه وبين السكيزوفرينيا. لكن هو بيقول لي بدك تكون واضح انه لما تعمل سكيزوفرينيا دياجنوسيس، يعني عمرك بدك تشخصها وهو عنده اوتيزم، بدك تعرف انه الديليوجن والهلوسينيشن والاذر اكتيفيز لازم يكونوا موجودين في السكيزوفرينيا. قديش لازم يكونوا؟ اتليست 1 مانث. يعني انا بتكلم على الاكتيف، يعني خلينا نقول سيمبتومز بكليتها، ربما في كثير من الحالات يعني لازم يكون عنده ديليوجن ولازم يكون عنده هلوسينيشن ولازم يكون كمان بعض الاذر اكتيف على، وتستمر لشهر علشان اقدر اقول انه هذا سكيزوفرينيا مش اعراض اوتيزم. هو عباره يعني كانه بيقول لي اذا لقيت طفل عنده بعض التصرفات اللي هي شبيهه بالسكيزوفرينيا، بدك تطور روحك بالتشخيص عشان تقدر تحكم عنه انه صار معاه سكيزوفرينيا ولا ما صارش. طيب سوسايدال ريسك، طبعا يعني بيسالونا بعض الناس هل انه بصير حالات انتحار في حاله سكيزوفرينيا؟ لاحظ انت انه 5 ل 6% من السكيزوفرينيا داي باي سوسايد، يعني معناته محاولة انتحار موجودة وعمالها يعني بموت الناس، يعني ونسبة مش بسيطة. حتى بيحكي لك انه 20% منهم يعني حاولوا الانتحار ولو حتى مرة او اكثر، يعني 20% من اللي كان عندهم سكيزوفرينيا ممكن يحاولوا مرة او مرتين، بس مش ما بنتكلمش انه يعني مش كل المحاولات تؤدي الى الموت مباشرة، حسب طبعا ايش كان كيف كانت وكيف يعني الحدث كان بشكل عام. طيب في افكار انتحار؟ ماني هاف كثير عندهم افكار انتحار، وكمان مره بعيد مش كل واحد عنده افكار انتحار يعني نفذ الانتحار بشكل عام. لقدام لما نتكلم في موضوع الدبريشن حنلاقي لا في تفكير وفي تنفيذ. في عنا بتزيد اكثر شيء هاي في الايش؟ يانجر ميل، يعني خاصه الناس اللي عندهم سبستانسز. للاسف بعض الناس يعني هم بيقول العلماء انه الناس اللي ما توظفوش خاصه الشباب اللي كبر شويه لقى انه حاله مش قادر ينفذ اللي بده اياه نفسه، فالدنيا تكون كويسه معاه مش ظابطه، ما توظفش صار في عنده مشكله، ممكن يصير عنده يعني محاولات او افكار الانتحار اكثر. حتى بعض الناس بعد خروجه من المستشفى، وهذا المشكلة ليش؟ لأنه إذا وصل شوية أنه بدأ الإنسايت يتحسن عنده فما ننبسطش كتير، لازم نحافظ على المريض. ليه؟ لأنه المريض لما يصير عنده إنسايت بيبدأ كأنه يلوم نفسه، بصير عنده بليم هيم سيلف، بصير يقول لك إيش اللي صار، وخاصة إذا لقى حواليه ناس كمان يأججوا هذا الموضوع، مالك أنت، إيش اللي كان باقي، إيش ماش صاير لك، فبصير يقول لك أنا بلاش أكون مسخرة قدام الناس وأنا أتعب، فممكن يصير عنده أفكار انتحار. طبعا بيسألونا ليش بيصير عندهم السوسايد؟ بدك تنسى، ما تنسى موضوع الكوماند هلوسينيشنز، تجي له ضلالات تفكيرية، قتل حالك، موت حالك، انت مش لازم تعيش، فبصير عنده هو يستجيب لانه اصلا هو بصير عنده من تعارف كوجنيتيف يعني ديس اوردر، يعني اضطراب وتشوش في التفكير والادراك. في سب تايبس اوف سكيزوفرينيا، الانواع لو رجعنا للدي اس ام 4 او حدا درس في القديم حتلاقي كانت في انواع للسكيزوفرينيا كثير، منها بارانويد، منها كاتاتونيك، منها ديس اورجانايزد، منها هيبفرينيك، اندفرنشيتد، ريزيديوال. لكن بصراحه في الدي اس ام 5 كلها تم تجاهلها، يعني كانه بقول بشكل واضح انا بدي اعطيك السكيزوفرينيا وكيف تشخصها وما بدي اياك تجتهد كثير وتقول لي ايش نوعيتها. ليه؟ لانه في عندنا ايش بقول لي انا؟ ليميتد دايجنوستيك ستابيليتي، يعني ما فيش ثبات في التشخيص، يعني انا ما عندي، وفي لو ريليابيليتي، المصداقيه مش كثير، وبور فاليديتي كمان، ولا ثبات ولا مصداقيه للاعراض. يعني كانه بقول لي انت ما بتقدر تصل لمرحله تقنعني 100% انه هذه اسمها كاتاتونيك سكيزوفرينيا ولا بارانويد. وبالمناسبه انا حتكلم على الكاتاتونيك شويه في المحاضره الثانيه، انه كمان يعني لما نلاقي والله في معنى سكيزوفرينيا كاتاتونيك بقدرش اقول انها اسمها كاتاتونيك، لانه الكاتاتونيك صار يلحق كثير امراض ممكن تكون حتى امراض فسيولوجيه، ما بقدرش اقول والله عنده يعني مرض اسمه بارانويد سكيزوفرينيا.
في مصطلح انا حبيت احطه لانه انا حتى عرضت فيديو في المحاضره، لكن اذكر بعضكم، اللي اسمه كاتابليكسي. كاتابليكسي هذه اللي ايش بصير فيها؟ بتلاقي فجاه بصير عنده ماسل ويكنس، لما بيضحك كثير او لما بعيط كثير بتلاقيه زي ما بيقولوا يعني زي البسورق او بسخسخ، بتلاقيه شويه بتلاقيه ارتخى ارتخاء كامل وبعد هيك بعاود يرجع. هذا مصطلح اسمه ايه؟ كاتابليكسي. في نفس السياق طبعا السايكوتيك ديس اوردرز ان شاء الله، يعني هذا اللي هو البارت سي عشان نخلص وتكتمل المحاضرة بشكل كامل، اللي هو الكاتاتونيا. طبعا الكاتاتونيا زي ما احنا يعني حكيت شوية في اخر المحاضرة اللي فاتت، انه الكاتاتونيا اليوم ما بتتصنف انها مرض بحد ذاتها يعني بشكل مستقل حسب دي اس ام 5، هي يعني تتبع او انها تحصل مع عدة اضطرابات نفسية ثانية. يعني هي ممكن تلحق سكيزوفرينيا، تلحق مثلا منتل ديس اوردر، تلحق اي شيء ديبرسيف ديس اوردر هكذا. علشان هيك من ضمن يعني الديس اوردرز اللي ممكن تكون في معها كاتاتونيا زي في حالات السايكوتيك والباي بولر اللي هو الثنائي القطب، او مثلا ديبرسيف ديس اوردر زي ما انتم ملاحظين. في كاتاتونيا مش بس كمان مرتبطه بالمنتال ديس اوردر او سايكوتيك ديس اوردر، لا هي مرتبطه كمان بشغله لها علاقه بالميديكال كونديشن. يعني هنا نقدر نقول انه يعني بكون في شغله ثانيه هي اقرب للفيزيكال او الفسيولوجيكال، لكن بتعمل اعراض كاتاتونيا، لانه في الاخر الديس اوردر بيكون واضح على من برا على بالاداء المريض نفسه، بيكون هناك تخشب او تصلب او تشمع. فهناك بعض الحالات مرتبطه مش بس في المنتل ديس اوردر، لا في الميديكال كونديشن، زي هنا سيربرال حاجز ما سيربرال فوليت ديفيشنسي اللي هو بيكون نزول مستوى السي اس اف السيربرال سباينال فلويد. وفي كمان الاوتوميون مرات بيكون لما نكون يعني في some problems related to immunity system أو نيوبلاستيك، يعني عنده والله في أورام معينة في المخ وأثرت، فممكن تعمل برضو أعراض كاتاتونيا. يعني معناته فينا إلى أعراض لها علاقة بالمنتال ديسوردر، وأعراض تانية إلها علاقة بالميديكال ديسوردر، وفي unspecified. لما نقول لك unspecified يعني بتكون الأمر غير محدد، يعني زي ما مرات بيجينا بعض الحالات في الامرجنسي روم سيتنجز، يعني ممكن يكون في غرفة استقبال بيجي واحد في عنده نوع من التخشب أو التصلب، طب بنطلع لعمل نلاقي ملوش علاقة لا منتل ديسوردر، ما عنده مشكلة مشاكل نفسية ولا عنده مشاكل مثلا عضوية أو جسدية. هذه الحالة بنسميها unspecified يعني مش محددة. طيب كيف بدنا نعرف انه المريض هذا عنده كاتاتونيا، ولا هو هل بس بحاول يعني بيعمل حركات معينه، ولا هو تمثيل، ولا هو شو القصه اللي عنده؟ طبعا في عنا لازم يكون ثلاثه، احنا بنتكلم على كمان مره الكرايتيريا حسب لو دي اس ام 5، لازم يكون ثلاثه او اكثر من الاعراض اللي هي جايه بعدين. يبقى لازم يكون ثلاث اعراض او اكثر. العرض الاول بيقول لنا ستيوبر. ايش يعني ستيوبر؟ ستيوبر يعني بقول لي هنا انه يعني انت ذاكرين لما او حكينا قبل ذلك، يعني طلابي وطالباتي يتذكروا معي لما قلنا ستيوبر يعني خلاص بكون نو سايكوموتر اكتيفيتي، ببطل عنده يعني لا اداء حركي ولا نشاط، زي المسطل زي اللي مش قادر يعني يستجيب. لكن الغريبة انه not related to environment، يعني مش مرتبطة، مش انه البيئة اللي خلته او يعني مش في عوامل بيئية خلته يصير عنده ستيوبر، لا هو already ستيوبر. الثانية كاتاليبسي. كاتاليبسي مش كاتابليكسها، كاتاليبسي. الكاتاليبسي هي عبارة عن muscular rigidity and fixity، بتلاقي العضلات مشدودة ثابتة، حتى بتلاقي البوستشر شوية هيك كأنه قاعد يعني في جلسة، انت بتحس انه الجلسة مشدودة برضو بغض النظر عن الاكسترنال ستيمولاي، يعني ملهاش علاقة بمثير خارجي، وانما هو بنفسه بكون مشدود وهو قاعد يعني في جلسة معينة. ثلاثة واكس فليكسابيليتي، اللي هي بسمه واكس طبعا جاي من كلمة واكس التشمع، عنده مرونة بس مو زي مرونة الشمع. ليش سموه مرونة الشمع؟ لانه فيها ريزيستنس، بتلاقيه سبحان الله بنحاول انه احنا الاكزامينيشن يعني او الاكزامينر بده يحاول يغير ايده ويرجعها لورا، بتلاقيها في يعني ريزيستنس في مقاومه، مش سهل انه يستجيب المريض. ليش؟
لأنه المريض عماله بصير عنده نوع من الاستجابات مثل الآلات، وأنا عرضت فيديو قبل ذلك، وإن شاء الله أنا حتى في بالي أعرض بعض الفيديوهات التوضيحية إن شاء الله اللي تخدم اللي هو الشرح اللي أنا قاعد بشرحه حتى تكتمل الفكرة إن شاء الله. أربعة، ميوتيزم. طبعا ميوتيزم يعني إيش؟ بتكلم ميوت زي ما أنت بتشوف، بتعرف تكون فاتح مرات على الريكوردر أو كذا، بقول لك ميوت يعني إيقاف. فجأة بتلاقي عنده، أو مش فجأة، بشكل واضح عام بصير عنده إما كلماته قليلة جدا أو حتى فيش كلام، يعني ببطل يحكي زي اللي كأنه كتم هيك. هذا الكتم برضه ممكن يكون يعني إما كلمات بسيطة زي ما احنا قلنا مصطلحات، أو ها أو ما عنده استجابة، أنا بقول له تفضل احكي كذا، ما بيتكلم. نيجاتيفيزم طبعا هنا للأسف اللي السلبية، ما بيستجيب للإنستراكشن اللي هو إحنا بنعطيها as examiner أو as nurse أو as caregiver، حرك حالك روح، تمام، ما بتلاقيه استجابة كويس. طبعا البوزيشنينج هنا بتلاقيه دايما عنده مشكلة إنه ممكن يحافظ على وضعية معينة، زي ما نذكر وعرض فيديو بهذا الشكل، إنه بيصير ممكن يعارض يعني إيه سوري إنه يحافظ على وضعية معينة وتكون ضد الجرافيتي. كيف يعني ضد الجرافيتي؟ يعني ممكن تتخيل تقول ما وقعش، ما مالش، خلاص هو عنده وضعية معينة بتلاقيه استمر عليها وممكن يصبر عليها لساعات يعني هذه الوضعية. اللي بعدها اللي المانرزم. المانرزم اللي حكينا قبل هيك يعني انه زي حاجة بسموها اسلوب غريب يعني، او ستايل غريب، ممكن واحد زي اللي هو هنا حتى بيقول لي زي الكاريكاتير، يعني زي الكاريكاتير، بتلاقيه حاطط ايده هيك عامل او عامل شكل معين او هيئة معينة، او بحاول يعني يقطب وجهه، يعمل له حركة معينة في رقبته وكذا، هذا اسمه مانرزم. يعني سبحان الله بكون سلوك غريب مميز له. ستيريوتايب. الستيريوتايب احنا حكينا ونعيد كمان مرة، هي عبارة عن ايش؟ تحرك دائم ليس له غرض، بيربسلس يعني، هي شكلها ميكانيكية بضلت تتحرك. ايش هي؟ بده يتحرك، اما كلمات بضلت تنعاد او حركات بضلت تنعاد، فهذا سميناه ستيريوتايب. من ستيريو يعني زي كأنه ستيريو قاعد بعيد في حاله، زي الشريط اللي بعيد في حاله، بتلاقيه اما بيحكي كلمات معينة بضل يعيد فيها، او بتحرك حركة وظل يعيد فيها، إما زي اللي بحرك راسه شمال يمين شمال يمين، أو بحرك إيده أو بروح وبيجي وهكذا. تسعة، أجيتيشن. طبعا الأجيتيشن هنا هو التهيج أو مثلا الاستثارة بتصير عنده، لكن ملهاش علاقة كمان مرة بالإكسترنال ستيمولاي، لأنه دير بالكم لما بقول أكثر من مرة إنه ملهاش علاقة بالمثير الخارجي هنا، يعني عشان انت تفهم، ويعني انه لو بدنا نقول انه والله المثير الخارجي اللي اثر عليه ببطل اسمه كاتاتونيا، ببطل اسمه ديزيز، يعني اكيد واحد لما بتعرض لشيء معين بيخليه يتصرف تصرف بنقول عنه طبيعي، لكن لما يكون ما تعرضش لشيء وتصرف هذا التصرف وعمل هذه الحركة، بنقول هنا انه ملوش علاقة، unrelated للاكسترنال ستيمولاي. طبعا بصير كمان جرايماسنج اللي هو نوع زي مرات اللي هي بشد، بتلاقي اقل زي حاجة غريبة او حاجة تكشيرة هيك، الفيشل اكسبريشن زي بصير فيها يعني انا كونتورتد، اللي هو بعض الناس بتلاقيه بيقطب وجهه او بتلاقيه بيعبس وجهه، او بتلاقي زي عضلاته، زي لما مرات بعض الناس بتلاقيه بشد على عضلات الرقبة، بتلاقيه كأنه عامل زي نوع من التكشيرة، برضو إلى علاقة بوصفة هذا الشخص، يعني هي مش منتشرة نقول والله كل الناس زيك، لا هو بنقول شغلة مميزة يعني عنده، بقولك تطلع في وجهه كيف عامل مقطب الوجه أو هكذا عضلاته المشدودة. في عندنا مصطلحين متقاربات لكن مختلفات بالمعنى بشكل كامل، اللي هو الإيكولاليا والإيكوبراكسيا. خلينا ذاكرين إيكولاليا وإيكوبراكسيا. الإيكولاليا إنه الشخص هذا بضل يعيد، يعني هالقد إيش بقول ريبيتيشن أنذر سبيتش، إيش يعني أنذر؟ يعني بعيد، أنت لو تكلمت معاه كيف حالك؟ بقول لك كيف حالك؟ كيف حالك؟ شو أخبارك؟ شو أخبارك؟ شو أخبارك؟ يعني بعيد كلامك. لكن هنا الثاني الايكوبراكسيا، براكسيا فيها موفمنت، انت بتحرك شيء بيحرك زيك،
يعني وكأنه بقول إنه الأول إيكولاليا من اسم خارج الذاكرين، لاليا يعني فيها اللسان، فبيضل إيش يعيد الكلام اللي بين إيش بنحكى من اللي أمامه أو من اللي عقباله أو من الآخرين. إكبراكسيا فيها أكشن، بيضل يعيد ويكرر الحركة اللي شافها من الإنسان أو الشخص اللي أمامه. طيب في سب تايبس أوف كاتاتونيا، طبعا هم هنا في نوعين تحدثت دي اس ام 5 عنهم، انه يعني هذول النوعين يعني خلينا نقول منفردات شوية، زي ما نقول والله انواع يعني اخرى من الكاتاتونيا. في كاتاتونيك ستيوبر، ستيوبر يعني بتلاقيه عندنا ايباثيتك، يعني خلاص بتلاقيه لا تاخذ منه ولا تعطيه، يعني زي ما انتم عارفين كلمة باثي وايباثي. ايباثي تنفي، يعني كأنه يعني فلات، كأنه هيك متصلب متخشب، ما عندوش استجابة. ليتل اور نو موتور، يعني بتلاقي يا قليل استجابة الحركة يا إما منعدمة. والآي كونتاكت طبعا أكيد ما هي تلحق نفس الشيء، بتلاقي يعني مش كتير وإحنا بنحكي معاه مركز معانا. هانش بقول لي كمان ممكن يستمر في الوان بوزيشن لفترة طويلة، لاحظين كيف، لكن فجأة دايركتلي بروح لأنذر بوزيشن. وبرضو انا في فيديو عرضته، انا ان شاء الله كمان هحاول احط الفيديو هنا، انه بتلاقيه مرات هذا عشان نعرف انه كاتاتونيك ستيوبر بتلاقيه ثابت على هيئة معينة، ثابت عليها ساعة ساعتين، عامل ايده او رجله بشكل معين، فجأة بتلاقيه تدير كأنه زي المكن هيك تك مرة واحدة دير لاتجاه تاني، هذا اسمه كاتاتونيك ستيوبر. اما الكاتاتونيك اكزايتمنت، هذه صنفتها الدي اس ام 5، صنفوه علماء يعني اللي هو الطب النفسي، بسموها من الموست دينجرس مينتال ستيتس ان ذا سايكاتري، يعني من اخطر الحالات اللي بتواجههم في الامراض النفسيه. ليه؟ هنا بصير عنده، ها لاحظوا انه كونستانت، اشي ثابت بيربسلس، يعني بدون اي استفزاز، اي غرض، اجيتيشن، يبقى معناته في استثاره اكزايتمنت، في تهيج، استثاره موجوده عنده، هيجان وعصبيه ربما تكون، او يعني حركات هيك زي يعني مشدوده العضلات ومشدوده الانسان، بتلاقيه عمال بحرك في حاله، لكن هنا بدونها بضلها ثابته. هنا مرات ممكن يكون معها ايش كمان عشان ناكدها اكثر، معها ديليوجن وهلوسينيشن، يعني هو عماله في عنده استثاره وهيجان زياده، وفي نفس الوقت في ضلالات وفي هلاوس. هذه سموها كاتاتونيك اكزايتمنت. لاحظ اللي قبلها، لا هو انحط في بوزيشن معين بعدين فجاه غير البوزيشن الثاني مباشره. فيعني هذول من السب تايبس الجداد اللي تمت يعني تحدثت عنها الدي اس ام 5. احنا بهيك بنكون خلصنا السايكوتيك ديس اوردر، لكن مش السايكوتيك ديس اوردر بشكل كامل خلصناها، انه يعني خلص ما في اضطرابات اخرى، لا احنا بنحاول انه نوصل فكره انه ايش المين ديس اوردر اللي ممكن احنا نفهمها كطلاب في هذه المرحله. وان شاء الله حنكون مع بعض في المحاضره القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.